كلمة الأستاذ حلمي عبد الباقي المقصود المقصود من الجامعة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا منورين على المصحفيين مع الجامعة العلمية بغداد. عايز أقول حاجة صغيرة قوي. كل الجمعية العمومية وكل مصر يعرف إنجازات الأستاذ مصطفى كامل متولي نقابة النادي المصري. كانت صدمة بالنسبة لنا بالنسبة للجمعية العمومية تلويح الاستقالة من الأستاذ مصطفى كامل، وحاولنا كتير إن احنا نقول له اكتب لنا إيه الموضوع وكده، فاتضح إن في حاجات كتير قوي مضايقات وأعداء النجاح اللي هم منتشرين في كل مصر هم قلة جدا، ولكن دايما الانسان الناجح دايما بيلاقي الحرب، دايما الانسان الناجح الانسان اللي بيحقق انجازات هو لو ما تهاجمش يبقى ده معناه الفشل. دايما الانسان الناجح دايما الانسان الناجح يهاجم من جميع من اعضاء رد فعل كده اللي هو كان مستني الناس تشكره الناس تشكره مبنى، لما لقى نفسه في ناس كانت خدمه كده بتهاجم وبتطلع كل احنا كل اللي بيتعمل ده كله بيبقى عطار. هو الراجل بيقول يعني بعد ما انا اعمل كل ده وبعد الانجازات اللي احنا بنقولها وبعد الشفافيه اللي كل ما بيكملش شهر والراجل بينزل كل حاجه للجمعيه العموميه عشان يبقى فيه شفافيه، بيحارب وبيحارب من قله، والقله دي مهما عملت فالاستاذ مصطفى كامل يعني خد الكرسي ده بالتزكيه، يعني معنى ذلك جميع اعضاء الجمعيه العموميه بما فيهم مجلس النقابه المحترمين بيؤيدوا دعم الاستاذ مصطفى كامل. فاحنا كاعضاء مجلس اداره نقابة المال المسيحية كلنا موجودين، كلنا نرفض الاستقالة ونرفض التمويل بالاستقالة قلبا وقالبا. احنا معاه وبندعمه، وكل اعضاء الجمعية العمومية بما فيهم جميع محافظات مصر وهم كلهم يعني يمكن احنا ما كناش عارفين ان الاقاليم جايين، ولكن هم كلهم كلموا بعض يعني علشان يجوا يدعموا الاستاذ مصطفى كامل ويرفضوا التلويح بالاستقاله. فاحنا بنقول تاني، احنا كاعضاء مجلس اداره نقابه المال المنصفيه بنرفض تماما البيان اللي نزله على صفحته وقال ان انا يعني عايز استقيل من النقابه. كلنا بما فيهم الجمعيه العموميه بما فيهم الاقاليم بما فيهم كل اعضاء الجمعيه العموميه من صغير لكبير بيرفض الاستقاله، وانتم شايفين من بيانكم قد ايه الناس جايه علشان تدعم الاستاذ مصطفى كامل وتقول له لا احنا محتاجينك ومحتاجين مجهودك ومحتاجين انجازاتك لكل عضو وكل معاش وكل ارمله وكل عضو صغير كبير في الجمعيه العموميه. فده يعني باختصار قوي البيان اللي احنا عايزين نقوله. انتوا بقى يعني تسجلوا او تكتبوا بطريقتكم، انما يجتمع مجلس نقابه المال الموسيقيه علشان نرفض رفضا تاما البيان اللي نزله الاستاذ مصطفى كامل على صفحته، ونقول له احنا محتاجينك والجمعيه العموميه محتاجاك. وطبعا يعني بنشكركم جدا جدا على وجودكم، وبنشكر جميع الناس اللي تكبدوا مشقه السفر من جميع انحاء مصر علشان يدعموا الاستاذ مصطفى كامل ويقولوا له لا خليك معانا وخليك جنبنا، لان مهما عدينا ومهما قلنا الانجازات اللي الاستاذ مصطفى كامل عملها احنا بصراحه مش هنقدر، لان دي حاجات كتير قوي بتتكتب في مجلدات يعني. عايزين نكمل عشان نكمل المجهود اللي عمله باعضاء مجلس الاداره واشكال كمان تعاملوا معاه، ولو في تقصير مننا احنا نتجاوز ده ان شاء الله، وربنا يسهل احنا برضه في المجهود والنقابه ان نوصل لمرحله كبيره زي ما حصل في العاش وحوض العاش ومن هناك ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. وعايز اقول حاجه، الفتره الصغيره اللي الاستاذ مصطفى كامل قعدها بجد يعني القاسي والتاني يعلم تماما قد ايه هو حقق الانجازات دي في الفتره الصغيره جدا. الاستاذ
الاستاذ مصطفى كامل بطبيعته هو يعني على طول يعني عايز يحقق النهارده قبل بكره وعلى طول مشدود، وده سبب رئيسي ان كل الناس يعني بتكلموا من جميع انحاء مصر، والراجل ما بيتاخرش عن اي حد. واحنا كلنا قلنا له استاذ مصطفى خلينا احنا في ظهرك وخلينا جنبك، واحنا كافيين ان احنا نرد على كل مصر. وتاني بنشكركم، ولو في اي سؤال صغير كده بعد اذنك. لو الاستاذ مصطفى صمم على قراره، هل في بديل من مجلس الاداره؟ يا جماعه عايز اقول تاني، هو الاستاذ مصطفى كامل نزل بيان وقال ان انا بفوض الاستاذ حلمي عبد الباقي لاداره النقابه. انا كحلمي عبد الباقي برفض ده شكلا وموضوعا، واحنا بنقول لك يا استاذ مصطفى احنا بنحبك، وانا وجميع اعضاء المجلس قاعدين قدامكم هم بيرفضوا تماما، وهو اللي هيكون موجود باذن الله يكمل مسيرته ويكمل انجازاته ان شاء الله. وايه عدم رفض حضرتك ان هو يجي النقابه؟ ايه الاسباب اللي خليته هو يرفض؟ يرفض ايه؟ ايه الاسباب ان هو هيتم مناقشته فينا يعني؟ احنا اتفقنا دلوقتي كمجلس هنروح للاستاذ مصطفى كامل البيت ونتناقش معاه في اي حاجه مضايقاه، واحنا كلنا المفروض ان كلنا مفوضين من نفسينا كده ان احنا نحل اي مشاكل بعيدا عن ان نعرضه لكل المشاكل. احنا كلنا مع بعضينا مجلس واحد بايد واحده وظهر الاستاذ مصطفى كامل. في اسباب بقى هو جواه، احنا ان شاء الله بعد كده هنقعد معاه ونعرف كل حاجه وايه اللي مضايقه وان شاء الله تحل. متشكر جدا يا جماعه على تعبكم، وان شاء الله هنطلع بيان بعد الجلسه دي وهنعرضه على حضراتكم باذن الله. ان شاء الله نعزمكم في موضوع الدكتور مصطفى على تحسين المكان ان شاء الله، ونخرج معانا ونحتفل مع بعض ان شاء الله. شكرا يا استاذ مصطفى. شكرا يا استاذ مصطفى. ان شاء الله هو انطرح يعني الرفض على الاستاذ مصطفى كامل ولا لا؟